صباح الخير يا ست الستات. يسعد صباحك. ايه ده يا اخينا؟ ده مطرح الحريم يا فندي. قوم شوف لك مكان تاني. ده معايا يا كمساري. اتنين مليم. بوليس. طيب. انت النهارده اجازه؟ ايوه. بتروح فين يوم اجازتك؟ بخش السيما. لوحدك؟ لوحدي. وانت بتروح السيما؟ لوحدي. بتشوفي ليلى مراد وحسن صدقي وانور وجدي كمان. هي الجمعه الجايه فيها ايه؟ سلامه بتاع ام كلثوم. سلامه. اه في المحل. اعزمك عليه. تشكر. احنا عندنا في البوليس مزيكا بتضرب مزيكا كل يوم جمعه في كشك المزيكا. وانت بتروح كشك المزيكا؟ لا ما اعرفش مطرح. خلاص الجمعة الجاية أعزمك عليه. دي ببلاش. يجازيك يا أمام بضحك معاك. وست الستات اسمها إيه؟ نفيسة. وأنا بلدي اسمها نفيشة. إيه؟ يبقى طلعنا قرايب. سيجريت بيب سالمون سو اوكي everything 2 pounds 1 pound now and another one after war. No. ما سيبها براحتها يا جلال. ما هي واخده راحتها مع العسكري. ده عسكري غلبان. غلبان يا حنين. ما تعطفي عليه يا ام الغلابه. حاجه زي كده. ماشي. بس لما يحب يشوفك تاني يبقى نتفق. فاهمه يعني ايه نتفق؟ ولا انت فاهمه انها ان احنا فاتحينها سبيل؟ طلعت قوي. ما يعرفش بشتغل ايه. اسم الله بتستعر يا اختي. ولا كنش فاهمه انك بتمثلي عليه زي ما بتمثلي على اختك. ما جاش سيرة اختي في الحته دي. سوري يا ابلة. سوري يا ابلة. بس انا خايف من اخرة التمثيل ده. واللي بتتسلي بيه يجي عليك يوم وتحبيه. بص العزيزه. عزيزه دي كانت احلى منك زمان. كان اسمها عزيزة اللذيذة. حبت تخرج عن طوعي. عارفة كان جزائها ايه؟ ازازة مية نار على وشها. شفت اخرة التمثيل يا وزة؟ في مصر؟ أنا فلاح ما أعرفش سكك مصر، لكن أعرف البني آدم. أبص للبني آدم بصة واحدة أعرف معدنه على طول. أعرف إن كان كويس ولا إن كان راضي. وعرفتني؟ عرفت كل حاجة؟ عرفت معدنك من النور اللي بيطل من عينيك، من الشهد اللي بينقط من لسانك. عرفت إنك مش زي نسوان البركة اللي وشوشهم متلطخة بودرة. كنت غريب في مصر قبل ما اشوفك، لكن دلوقتي حاسس ان ليا اهل فيها وما بقيتش لوحدي. يا حبة عيني
لو انت عايش لوحدك. لوحدي واخد مطرح في الخليفة بخمسين قرش نص جنيه. ولما اخذك بالسؤال، انت بتقبض كام؟ 160 قرش. وبيكفوك؟ وبيفض منهم، يعني ممكن اعيش بطاقة واحدة في اليوم، وفي رمضان بصوم من غير ما اتصحى، وما بشربش مكيفات، هي يا دوبك كوباية الشاي الصبح، وكل يوم جمعة السيمة، وكان الله يحب المحسنين. تصدق انت شوقتني يا شيف ساكن، بس مشوار عليك. لما هترمال 13 يودينا على طول. بس صاحبة البيت بلاش اذا كنت خايف. انا ما خافش من حد، قومي معايا. وصاحبة البيت هقول لها اني كختي. قفلتيه ليه؟ اصل الدنيا بقى. هسيب الباجور والع عشان يدفي المطرح. سلامتك. حاسه بشويه تعب. احصل لك ليمون على الشاش. ليمون؟ جيبي ما يخلاش منه ابدا. عجبت لأهل مصر كيف يمرضون وفي بلدهم الليمون. خدي راحتك، اتمدني على السرير. الصف العسكري بيدفي تمام. اوعى يا امام مخك يروح كده ولا كده، ولا عقلك يقول لك دي عينها راحت في النوم ومش دليانه بحاجه. ايه ده اللي يظن فيك السوء قطع رقبته. يا ست الستات انت امانة في رقبتي، ده انت زي ما دخلتي زي ما هتخرجي شريفة عفيفة. اشربي الشاي هيدفيكي. الشاي